دائما مجرد أسطورة يعجز أي عالم أو باحث أثري مهما بلغت شهرته وخبرته عن إثبات أو نفي وجودها بصورة قاطعة جازمة. الحديث عن أطلانتس يعود إلى زمن قديم أقدم مما يمكن أن تتصور، فلقد ورد ذكرها لأول مرة في محاورات أفلاطون حوالي عام 335 قبل الميلاد. ففي محاورته الشهيرة المعروفة باسم تيماوس يحكي كريتياس أن الكهنة المصريين استقبلوا صولون في معابدهم، وهذه حقيقة تاريخية. ثم يشير إلى أنهم أخبروا صولون عن قصة قديمة تحويها سجلاتهم تقول إنه كانت هناك إمبراطورية عظيمة ظهرت بحسب قول أفلاطون إلى الوجود قبل 9000 سنة تعرف باسم أطلانتس، تحتل قارة هائلة خلف أعمدة هرقل، والمقصود هنا مضيق جبل طارق، وإنها كانت أكبر من شمال إفريقيا وآسيا مجتمعتين، وخلفها سلسلة من الجزر تربط بينها وبين قارة ضخمة أخرى. وفي نفس المحاورة وصف كريتياس أطلانتس بأنها جنة الله في الأرض، فيها تنمو كل النباتات والخضروات والفواكه، وتحيا كل الحيوانات والطيور، وتتفجر فيها ينابيع المياه الحارة والباردة، وكل شيء فيها نظيف جميل طاهر، وشعبها من أرقى الشعوب وأعظمها، له خبرات هندسية وعلمية تفوق بعشرات المرات ما يمكن تخيله في عصر أفلاطون. إذ وصف كريتياس إقامتهم لشبكة من قنوات الري والجسور وأرصفة المواني التي ترسو عندها سفنهم وأساطيلهم التجارية الضخمة. ثم يحكي كريتياس عن الحرب بين الإتينيين والأطلانتيين، ويصف كارثة مروعة لحقت بالجيش الأثيني وأغرقت قارة أطلانتس كلها في المحيط. وإلى هنا تنتهي المحاورة وتبدأ المشكلة، مشكلة أطلانتس. ففي البداية تعامل الباحثون مع محاورات أفلاطون بصفتها رواية مثالية لوصف المدينة الفاضلة يوتيوبيا، وأنها مجرد خيال لا أكثر. ثم دس العلماء أنفسهم في الأمر، والسبب الذي جعل العلماء يفكرون في قصة أطلانتس هو أن فكرة وجود قارة وسيطة تربط بين إفريقيا وأمريكا كانت تملأ الأذهان وتثير اهتمام العلماء الذين يتساءلون عن سر وجود تشابه حضاري ما بين العالمين القديم والجديد، ويبحثون عن سبب علمي منطقي لوجود نفس النباتات والحيوانات في قارتين تفصل بينهما مساحة مائية هائلة. وفي الوقت نفسه كانت هناك تلك الظواهر الحضارية المدهشة التي يجدها العلماء وسط أماكن لم تشتهر أبدا بالحضارة، ووجود أساطير مشابهة في تلك الأماكن تشير إلى أن الآلهة جاءت من حضارة أخرى وضعت كل هذا. كان وجود قارة متقدمة في هذا الزمن القديم يريح عقول الجميع، ويفترض وجود شعب متطور بنى حضارته في قلب الأرض ونشر أجزاء منها في كل القارات. ولكن أين الدليل على وجود أطلانتس ذات يوم؟ إن قصة أفلاطون ما زالت تتأرجح ما بين الخيال ونصف الخيال والحقيقة. وفي الوقت نفسه لا يوجد دليل واحد على أن أتينا كانت يوما بهذه القوة التي تمكنها من التصدي لحضارات متطورة كحضارة أطلانتس. وفي نفس الوقت نجد من بين العلماء من يؤكد وجود أطلانتس، ويشير إلى أن أفلاطون قد أخطأ التاريخ والزمن فحسب، أنه كان يستخدم تقويما عن التقويم الذين استخدمه الآن، وحجتهم في هذه هو كشف حقيقة وجود مدينة طروادة. وطروادة هي مدينة أسطورية ذكرها هوميروس في ملحمتيه الشهيرتين
الإلياد والأوديسا حوالي عام 850 قبل الميلاد، أي قبل أفلاطون بحوالي 5 قرون. وظل الدارسون يعتقدون أن طروادة مجرد خيال من بنات أفكار هوميروس، حتى جاء الألماني هنريش شوليمان عام 1871 ميلادية لينتسل طروادة من التراب في هيساربيك في شمال تركيا. وبعده جاء أرثور إيفانزا ليؤكد أن قصر ألتي الذي جاء ذكره في أسطورة المينوتوروس حقيقة ويثبت وجوده بالفعل عام 1900 ميلادية. ما دام شوليمان وإيفانزا قد عثرا على أسطورتين، فلماذا لا يعثر ثالث على أسطورة ثالثة ويثبت أن أطلانتس حقيقة واقعة؟ ومن هذا المنطق بدأت عشرات المحاولات لإثبات وجود أطلانتس، وراح العلماء يبحثون في أماكن أخرى بخلاف المحيط الأطلسي يمكن أن تكون المهد الحقيقي للقارة المفقودة. وأشار الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون إلى أن أطلانتس هي نفسها قارة أمريكا، وأكد البريطاني فرانسيس ويلغورد أن الجزر البريطانية هي جزء من قارة أطلانتس المفقودة، في حين اقترح البعض الآخر وجودها في السويد أو المحيط الهندي أو حتى في القطب الشمالي. ثم جاءت نبوءة إدغار كايس لتضع قاعدة جديدة للقضية كلها. في يونيو 1940 ميلادية، عندما أعلن الوسيط الروحي الشهير إدغار كايس واحدة من أشهر نبوءاته عبر تاريخه الطويل، إذ قال إنه ومن خلال وساطة روحية قوية يتوقع أن يبرز جزء من قارة أطلانتس الغارقة بالقرب من جزر البهاما ما بين عامي 1968 و 1969 ميلادية. ولقد اتهم العديدون كايس بالنصب والشعوذة عندما أعلن عن هذه النبوءة، وعلى الرغم من ذلك فقد انتظر العالم ظهور أطلانتس بفارغ الصبر. ولكن المفاجأة كانت لظهور ذلك الجزء في نفس المكان والزمان الذي حددهما كايس في نبوءته، فكانت كالصاعقة على الجميع مؤيدين ومعارضين، إذ كان في رأي الجميع الدليل الوحيد الملموس على وجود أطلانتس. وبعد ظهور جزيرة كايس الصغيرة والمباني أو الأطلال الأثرية فوقها، قرر باحث وأديب وغواص شهير يدعى تشارلز بيرليتز أن يبحث عن أطلانتس في نفس الموقع، وبدأ بحثه بالفعل ليلتقط عددا من الصور لأطلال واضحة في قاع المحيط، مكعبات صخرية ضخمة ذات زوايا قائمة مقدارها 90 درجة بالضبط، مما يلغي احتمالية صنعها بواسطة الطبيعة. ولكن لم يكن هذا وحده ما تم العثور عليه في تلك المنطقة من المحيط، فقد عثر الباحثون بالقرب من سواحل فنزويلا على صور طوله أكثر من 120 كيلومتر في أعماق المحيط، وشاهدت ماسحة محيطات فرنسية درجات سلم منحوتة في القاع بالقرب من بورتريكو. وعلى الرغم من هذا فإن الجدل حول أطلانتس ما زال قائما والنظريات لم تنتهي. ومن بين هذه النظريات نظرية تقول سكان الأطلانتس قد أتوا من كوكب آخر في سفينة فضائية ضخمة استقرت على سطح المحيط الأطلسي، وصنعوا كل ما يثير دهشتنا في كهوف تيسلي بليبيا، وكذلك بطارية ببغداد وحاضرة مصر، وأنهم كانوا عمالقة زرق البشر. وهناك إشارة إلى هذا في بعض الروايات بالفعل. ثم شن الأتينيون حربا عليهم، فنسفوا الجيش الأتيني بقنبلة ذرية أو ما يشبه هذا، وبعدها رحلوا وتركوا خلفهم كل هذه الآثار. وعلى الرغم من غرابة هذه النظرية إلا أنها تجد من يؤيدها وبكل حماس،
مشيرا إلى أن كل الملوك وصفوا في كل العصور بأنهم من أصحاب الدم الأزرق أم الدم النبيل، حتى أن اللون الأزرق أطلقوا عليه اسم اللون الملكي. وهناك نظرية أخرى تربط بين الأطلانتس وجزيرة كريت التي حملت يوما حضارة رائعة ومبهرة تشابهت في كثير من وجوهها مع حضارة أطلانتس، كما أشار البروفيسور فرويت حمال في 1990 ميلادية في لندن، حيث قال: إن كل شيء في كريت متشابه مع ما ذكره أفلاطون عن أطلانتس، فكل الحضارتين نشأتا في جزيرة وكلتاهما لقيا نفس النهاية المفاجئة، كما أن هناك مراسم صيد التيران والميناء العظيم والحمامات الضخمة والملاعب الرياضية وكل الأشياء الأخرى التي عثر عليها سير إفانزا في كريت والتي ذكرها أفلاطون في محاورة كريتياس. ويؤيد البروفيسور لوتش هذا في كتابه نهاية أطلانتس، ويؤكد أن اختفاء أطلانتس معنى مجازي وليس حقيقي، إنها لم تغرق في قاع المحيط، إنما تعرضت لكائنات أودت بها مثل كارثة بركان تيرا وبركان كاراكاتو عندما ثار البركان ودمر جزيرة كاملة. يعتقد الفيزيائي الألماني راينر كوف أن أطلانتس كانت منطقة تقع عند الساحل الإسباني الجنوبي، جرفها الطوفان في الفترة بين 800 إلى 500 قبل الميلاد. يعتقد الجيولوجي السويدي أكلف إيرلينغسوف أن أيرلندا تتطابق مع أوصاف أفلاطون حول أطلانتس، والبعض الآخر يرى أن أطلانتس هي جزيرة سبارتل، وهي عبارة عن بقعة طينية ضحلة كانت قد غرقت في البحر عند مضيق جبل طارق منذ حوالي 11,000 عاما. وهناك العديد من المعالم المادية التي بدأت تنكشف وتظهر تبعا إلى العلن تؤكد وجود قارة أطلانتس، أهمها خارطة محفوظة في مكتبة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تعرف بخارطة بيريريس التي تم العثور عليها عام 1929 في قصر السلطان التركي المعروف الآن بطوبكابي، حيث يظهر اسم وموقع قارة أطلانتس على الخارطة، وهناك مخطوطة مصرية مكتوبة على ورق البردة تدعى مخطوطة هاريس، طولها 45 مترا تشير إلى المصير الذي لاقته قارة أطلانتس، وهي محفوظة في المتحف البريطاني. كذلك مخطوطة مصرية أخرى محفوظة في متحف هيرميتاج في مدينة بيترسبورغ في روسيا، تشير إلى إرسال الفرعون بعثة إلى الغرب بحثا عن أطلانتس. كذلك وجود سلسلة جبال في قعر المحيط الأطلسي غرب مضيق جبل طارق صورتها بعثة روسية بواسطة غواصة عام 1974. فبعد دراسة نوعية سلسلة الجبال هذه تبين أنها كانت في القديم على سطح المحيط، ويقول الباحثون أنها كانت جزءا من القارة المفقودة أطلانتس. كذلك توجد جمجمة من كريستال الكوارتز تم العثور عليها عام 1924 على رأس معبد مهدم في هندوراس، تحمل تفاصيلا دقيقة جدا لجمجمة إنسان عادي دون آثار لأي خدوش عليها. ينسب بعض أشهر علماء اليوم جمجمة الكريستال هذه للحضارة المندثرة أطلانتس، وكالعادة تفتقر كل هذه النظريات إلى دليل، الدليل العلمي القوي. حتى لحظة إنشاء هذا الفيديو حتى يومنا هذا ما زال عشرات العلماء يبحثون عن قارة أطلانتس التي أصبحت قارة الغموض والخيال في عقول العلماء والأدباء. هناك عشرات النظريات تحدثت عنها، مئات المقالات والكتب كتبت باسمها، أعداد لا حصر لها من الروايات الخيالية تفترض وجودها والعثور عليها، وينسج الخيال مغامرات مثيرة داخلها عن حضارتها وتقدمها وعن شعبها الغامض.
أولئك الذين أقاموا أكثر حضارة التاريخ غموضا وإثارة، الذين تزعموا العالم يوما ما، والذين ذهبوا وبلا عودة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. إذا كنت من عشاق التاريخ والغموض، أدعوك بالاشتراك بالقناة دعما لنا من أجل الاستمرار.